بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبائي طلاب الصف الأول المتوسط، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول بمشيئة الله تعالى درس جديد بعنوان الطيور والثدييات الجزء الثاني، وبالتحديد خصائص الثدييات وأنواع الثدييات والثدييات الحالية. فقبل الانتقال لتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان، ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بمشيئة الله تعالى تصنيف الثدييات، كما سنتعلم تحديد الخصائص المشتركة بين جميع الثدييات، وأيضا نتعلم وصف كيف تكيفت الثدييات في بيئات مختلفة، ونتعلم التميز بين كل من الثدييات الأولية والثدييات الكيسية والمشيمية. إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس، فكونوا معنا. تشاهد أمثلة من الحيوانات تعيش في البرية وفي مناطق مختلفة على سطح الأرض، ولكن هل تستطيع تصنيف هذه الحيوانات؟ تنتمي هذه الحيوانات إلى مجموعة تسمى الثدييات، والثدييات تتبع الفقاريات، والفقاريات تتبع الحبليات. فما هي خصائص المشتركة للثدييات؟ والثدييات حيوانات فقارية، أي أنها تحتوي على عمود فقري، كما أن الثدييات تخصص فترة طويلة من حياتها لكي تعتني بصغارها حتى قبل ولادتها. وعندما تحمل أنثى الثدييات تزداد حجم الغدد اللبنية، وبعد الولادة تنتج وتفرز الحليب لتغذية الصغار خلال الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى. كما تتميز أطراف طائفة الثدييات عن الفقاريات الأخرى بخاصية الشعر، فالشعر يغطي أجسام الثدييات، فما أهمية هذا الشعر؟ وذلك لحمايته من الحرارة والبرودة، كما يحميه من الرياح والماء. وبعض الثدييات مثل الدب يغطي جسمه فرو سميك، وهذا يعطيه تكيف للعيش في المناطق المتجمدة. كما أن بعض الثدييات مثل الدلافن لديها القليل من الشعر على جسمها، حيث تعمل طبقة سميكة من الدهن تحت الجلد كطبقة عازلة. أما الإنسان فهو يحتوي على شعر كثيف في مناطق محددة في الجسم. يبقى الشعر لبعض الثدييات شعر، الجسم بتاعها مغطى بشعر، وذلك لحمايته من اختلاف درجات الحرارة. فبعض الثدييات مثل الدب يغطي شعره يغطي جسمه فرو سميك. كما أن الإنسان له شعر كثيف في مناطق من الجسم وخفيف في مناطق أخرى. الدلافين له قليل من الشعر لكي لا يعيق حركته في الماء. أما الدلافن فله القليل من الشعر لكي لا تعيق حركته في الماء. ويعوض ذلك طبقة سميكة من الدهون تحت جلده تعمل كطبقة عازلة. كما تلاحظون هذه الدلافن أثر شعر متساقط وأثر شعر متساقط. أسنان الثدييات، أسنان الثدييات يختلف شكل أسنان الثدييات حسب تغذيتهم.
فيوجد منها أربع أنواع من الأسنان، وهي قواطع وأنياب وأضراس أمامية وأضراس خلفية. فنرجع إلى منطقة الرأس في الثدييات، نجد أنها مزودة بفكان يحتوي على أنواع مختلفة من الأسنان. فكما تلاحظ أن الثدييات تختلف أسنانها عن بعضها البعض، وذلك يعتمد تنوع الأسنان على حسب التغذية. فمنها الحيوانات التي تأكل النباتات، وهنا نطلق عليها اسم آكلات الأعشاب. كما أنه يوجد النوع الثاني من الحيوانات التي تأكل اللحوم ونسميها آكلات لحوم. أما النوع الثالث وهي حيوانات مزدوجة التغذية، وهي تأكل النبات وتأكل اللحوم. آكلات النباتات، آكلات اللحوم، ومزدوجة التغذية. فآكلات النباتات هي حيوانات تتغذى على النباتات، بيكون لها قواطع قادرة على قطع النبات وأضراس مفلطحة لطحنها. أما النوع الثاني فهو آكلات اللحوم، وهي دي حيوانات تتغذى على اللحوم، وبيكون لها أنياب طبعا حادة لكي تمزق الفريسة. أما النوع الثالث فهو نوع مزدوج التغذية، حيث تتغذى على كل من النباتات واللحوم باستخدام أسنان مختلفة. أجهزة الجسم: تعيش الثدييات حياة نشطة، منها اللي تركض وتسبح وتتسلق، ومنها اللي يقفز، ومنها يطير. فلذا يجب أن تكون أجهزة جسمها قادرة على التفاعل ودعم هذه الأنشطة. فأجهزة الجسم بيكون لها للثدييات بتكون لها رئات متطورة، وبتكون مكونة من ملايين الأكياس المجهرية المسماة بالحويصلات الهوائية، كما أنها تمتاز بقدرتها على تبادل الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التنفس، كما أنها يوجد لديها جهاز عصبي متخصصا قادرا على التعلم والتذكر أكثر من بقية الحيوان، كما تحتوي على دماغ، والدماغ فيها بيكون عادة أكبر من بقية الحيوانات ذات الحجم نفسه. كما أن الإخصاب في الثدييات بيكون إخصاب داخلي، حيث تتحول البويضة المخصبة إلى جنين داخل العضو في جسم إناثة يسمى الرحم. يبقى أجهزة جسم الإنسان بتحتوي على رئات، الرئات بتكون مطورة بتحتوي على الملايين من الحويصلات الهوائية، وذلك لتقوم بعملية التنفس. بيكون لها دماغ كبيرة عن بقية الحيوانات، وذلك بيساعدها على التعلم والتذكر أكثر من بقية الحيوانات، كما أنها تتكاثر عن طريق الإخصاب الداخلي، وتتحول البويضة المخصبة إلى جنين داخل رحم الأنثى. أنواع الثدييات وقسمت إلى ثلاث أقسام، ألا وهي أولية ومشيمية وكيسية. فالثدييات الأولية مثل خلد الماء، وهي الثدييات التي تتكاثر بوضع البيض، وهي التي تغذي صغارها بالحليب من غير حلمات إرضاع، ولكن صغارها يلعقون الحليب التي تفرزه الغدد اللبنية من ثقوب تنتج منها على الجلد. أنا عندي أول نوع من أنواع الثدييات، وهي ثدييات أولية، وهي مثل خلد الماء، وهي من الثدييات التي تتكاثر بوضع البيض، كما أنها تغذي صغارها بالحليب من غير حلمات إرضاع، ولكن الصغار يلعقون الحليب التي تفرزه الغدد اللبنية من على الجلد.
كما تلاحظون هنقسمهم إلى ثلاث أنواع: أولية وكيسية ومشيمية. فالثدييات الأولية كما مرة، وهي ثدييات لا تلد بل تتكاثر بوضع البيض المغطى باليمين بالقشور، وتغذي صغارها بالحليب. النوع الثاني من الثدييات وهي الثدييات الكيسية، ومثال عليها الكنجر، وهي ثدييات تلد أفرادها غير مكتملة النمو وتبقى داخل كيس أو جراب في جسم الأم حتى تكتمل نموها. فصغار الثدييات الكيسية تولد بحجم صغير جدا، كما أنها تكون عمياء ومن دون شعر، ولذلك تبقى داخل أكياس الأم لكي تتغذى من خلال الحلمات الغدد اللبنية الموجودة داخل الكيس. ومن أمثلتها الكنجر، الكوالا، ووحش تسمانيا اللي تعيش فين في أستراليا. يبقى الثدييات الكيسية مثل الكنجر، وهي ثدييات تلد أفرادها بتكون غير مكتملة النمو، وكمان بتكون تبقى داخل كيس أو جراب في جسم الأم إلين ما يكتمل نموها. فصغار الثدييات الكيسية فتولد بحجم صغير جدا وتكون عمياء وبدون شعر، عشان كده أولاد بتكون داخل أكياس الأم لكي تتغذى على الحلمات الغدد اللبنية الموجودة داخل الكيس. أما الثدييات المشيمية، فالثدييات المشيمية وهي ثدييات تنمو أجنتها داخل رحم الأم، كما أنها تحوي مشيمة تزود الجنين بالغذاء والأكسجين وتخلصه من الفضلات. تنشأ المشيمة من أنسية الرحم والجنين، كما أنها ترتبط بالجنين من خلال الحبل السري كما في الإنسان. وظيفة الحبل السري أنه يمنع الاختلاط بين دم الأم والجنين أثناء إمداد الجنين بالغذاء أو التخلص من الفضلات. يبقى الثدييات المشيمية ويتنمو أجنتها داخل رحم الأم، كما أنها تحتوي أو تحوي عضو كيس يسمى المشيمة اللي بيزود الجنين بالغذاء والأكسجين وتخلصه من الفضلات. مثل الإنسان طبعا، والفيل، والأسد، والأرنب. أما الثدييات الحالية فبتكون تعيش أكثر من 4000 نوع من الثدييات على الأرض، كما أن للثدييات قدرة على العيش في البيئات المختلفة من المناطق الباردة القطبية للصحراوية الحارة. كما تؤدي الثدييات كغيرها من المخلوقات الحية دور في الحفاظ على التوازن البيئي، وأيضا من ما يتعرض من إلى خطر كبير من الانقراض بسبب تدمير مواطنها كالصيد الجائر. يبقى الثدييات الحالية توجد منها أكثر من 4000 نوع من الثدييات الأولية، كما أن للثدييات قدرة على العيش في البيئات المختلفة من المناطق الباردة القطبية أو الحر، كما أن لكل منها قدرة على التكيف. الثدييات كغيرها من المخلوقات بيكون طبعا لها دور في الحفاظ على التوازن البيئي. كما تلاحظون صيد
وإلى هنا قد نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. الواجب مراجعة الفصل وحل تمارين الكتاب صفحة 150 والاختبار المقنن صاد 152 و 153. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.